فتاة صغيرة تجد نفسها في بيت غريب، كيف وصلت لهنا وما قصتها؟ مرحبا جميعا، معكم ألف جيم، وخلينا نبدأ بلعبتنا لليوم. أمي، أبي، أين أنتما؟ طبعا هاي هي شخصيتنا الرئيسية، ذكرتني في آية من لعبة ماد فاذر، هي والربطة اللي بشعرها. بريق شاي، عندنا خيار يا منشرب يا منغادر. طبعا ما حنشرب شاي مش عارفين مين عامله. هاي هي المدفأة، لا تقتربي كثيرا عشان ما تنحرق. من يدخل لن يكون حرا أبدا. طبعا يبدو أنها بتبحث عن أمها وأبوها، على الأغلب هذا مش بيتها. أبقي رأسك مرفوعا. طبعا خلينا نبحث في المكان، في دبدوب. بالعادة الدبدوب بيرمز للأطفال والبراءة. بحاول أدور على طريق بس ما في. في هنا كود رمز سري لازم نحاول ندخله. الإجابة التي ستجدها في الداخل ستريك الطريق. لازم نلاقي مكان أو نوت يكون فيه الرقم. عندنا خيار عند الدبدوب إنه ننزع رأسه، وعلى الأغلب الجواب اللي بنبحث عنه موجود داخل الدبدوب. يوجد ورقة في الداخل مكتوب فيها 278. أوكي، هل هذا رمز إنه البنت الفتاة الصغيرة هذه رح يصير مصيرها مثل هذا الدبدوب؟ في صوت وممر طويل، شق في الأرضية، يوجد حفرة على الجانب الآخر من الجدار، قد تستطيعين الدخول فيها، شيء ثقيل يستطيع كسر الشق. لازم نبحث عن شغلة تكون تقيلة عشان نقدر نكسر فيها الشق ونوصل للطرف الآخر، بس المشكلة الطريق اللي جئنا منه يبدو إنه اختفى، فممكن إنه أحداث غريبة بتحدث في هذا البيت. طبعا اللوحة مكتوب فيها العين بالعين والبادئ أظلم. أوكي، هون نقدر نعمل سيف عند الشمعدان. عندنا باب مغلق، لازم نبحث عن مفتاح. لوحة، في لوحة كبيرة لا يبدو فتاة. لا تغادري. ها؟ تستطيعين سماعي صحيح؟ أرجوك ساعديني، لا تغادري. في أصوات حدا بيطلب منا النجدة. شكرا لك لأنك رجعتي. على ما يبدو اللوحة بتتكلم معنا. أعرف ما الذي تفكرين به، لوحة تتحدث؟ أنا لم أكن هكذا منذ البداية، كنت إنسان. أنا لا أذكر كيف انتهى بي المطاف هكذا، لأكون صادق أنا لا أذكر أي شيء، لكنك تستطيعين مساعدتي حتى أعود بشري مرة أخرى. يبقى اللوحة فيها زي فتى محبوس. ثم نخرج كلانا من هنا، ثقي بي، لا يوجد طريقة أخرى يمكنك مغادرة المكان بها. أوكي. أنت عالقة هنا مثلي تماماً، وخلال بعض الوقت أنت أيضاً ستصبحين جزء من هذا المنزل للأبد. الآن ابحثي في الأرجاء، ربما ستجدين شيئاً مفيد، لكن كوني حذرة لأن البيت مليء بالفخاخ. على الأغلب الفتى هذا كان بشري لكنه انحبس في هذا المنزل. قد يكون السبب لعنة صابت هذا المكان، لأنه بيحكي كلما بقينا هنا فترة أطول ممكن أنه نتحول لجزء من هذا البيت. خلينا نبحث عن شيء ثقيل
يمكننا كسر الشق فيه. خليني أجرب العمود الموجود هون. أوه، العمود سقط عليك وسحق جسدك الرقيق. أوكي، ما توقعت يقتلنا العمود. هاي إحنا البطل الصغيرة. أوكي، خلينا نبحث عن شيء آخر، نحكي معه ممكن يعطينا معلومات أكتر. هل تعرفين أنه أحياناً أتساءل إذا كان لي عائلة؟ هل تظنين أنهم سيتذكرونني؟ هل ما زالوا على قيد الحياة؟ شكله هون من مدة طويلة، هذا الفتى. هل بحثوا عني عندما اختفيت؟ أعتذر. أوكي، أنا حابة أعرف إنه كيف البطلة وصلت لهاي المنطقة. خلينا نجرب نحكي مع اللوحة مرة أخرى. العين بالعين. أعطيني عينك. خلعوا عيونك من مكانها. واو، يبقى في كائنات شريرة ومش كلهم طيبين وبيحاولوا المساعدة. أوكي، خلينا نرجع للشق. شق في الأرضية، شيء ثقيل يمكن له كسر الشق. أوكي، طلع لنا خيار جديد إنه ممكن ندعس على الشق. هلأ أكيد نقدر نفوت. أوكي، ممر طويل وفي مجموعة لوحات. في المكان هاد اللوحات بيقدروا يتكلموا. بلدي مش الطريقة لك لمغادرة المكان، ستعلقين هنا للأبد. لا تستمعي لهم، غادري هذا المكان، لا يمكنك الوثوق به. معقول بيحكوا عن الفتى اللي باللوحة؟ إنه لن يساعدك. يجب أن تسري، غادري المكان قبل أن يفوت الأوان. أنا قاعدة بفكر إنه اللي بيحكوا معنا باللوحات هم أشخاص محبوسين، كانوا مثل هاي الفتاة الصغيرة لكنهم علقوا في المكان. شو هاد؟ صورتها بس مشوهة. اوكي، خلينا نرجع للوحات ونشوف اذا طلع عنا شغلة جديدة. لا، كله طبيعي. هنحكي معها. ابقي، لا تغادري، ابقي ابقي ابقي. مفتاح سقط على الارض، خلينا ناخذ المفتاح. هلا نقدر نفتح فيه البوابة الموجودة عند فتى اللوحة. متشوقة أعرف كيف الفتاة الصغيرة وصلت لهذا المكان وشو السبب إنه هذا البيت عليه لعنة. أوكي، خلينا نتوجه للبوابة اللي كانت مغلقة ونشوف شو بنتظرنا من الغاز. في مكتبة، رسالة، خلينا نقرأها. أهلا وسهلا لبيتك، أرجوك اجعل نفسك مرتاح لأنك لن تغادر قريبا أو أبدا. ستبدأ بالهلوسة، ستنسى حياتك كإنسان، لا تقاوم. بعدها ستبدأ بالشعور بالتعب، ستصبح تعب جدا. في اللحظة التي ستنام بها ستصبح جزء منا. هذا هو بيتك الآن، نحن عائلتك. في لوحة، تستطيعين الوثوق به، يوجد طريقة لكما لتخرجا من هنا. أنا مش عارفة مين نصدق، يعني في لوحات بيحكوا لا تثق به وفي لوحات بيحكوا ثقي في فتى اللوحة. لا تثق به، إنه يكذب، إنك تستطيعين الهروب بمفردك. زي ما كنت أحكي إنه في لوحات بتقولنا لا تثق فيه وفي لوحات بتقولنا ثقي في فتى اللوحة. على الأغلب أنا مش مطمنة لفتى اللوحة. جاوب على هذا السؤال فسأعطيك تلميح. أكمل النص، عنا امتحان، ركزوا معي. فراغ مصاب بشعر طويل أسود. مصاب فتى، ممكن فتى أو فتاة. فتاة مصابة بشعر طويل أو أسود، أو فتى مصاب بشعر طويل أسود. أنا نجرب boy.
اوكي اعطونا حرف كي. على الاغلب لازم نجمع الاحرف هاي عشان نفتح فيها كود على الاغلب، بس لحد الان ما بعرف وين ممكن نستخدم هذا الكود. اوكي نص تاني، دخل الى فراغ لم يكن يجرأ لدخوله، دخل الى حفرة او كهف لم يكن يجرؤ لدخوله. مثلا نجرب هول، ممكن اكتب حفرة او نفق او نجرب هول، بعدين بجرب كيف. غلط، متنا. يبقى الاجابة الخاطئة بتأدي للموت. خلينا نحاول نحصل على تلميحات من فتى اللوحة، اكيد عنده معلومات. او في لوحة جديدة هون، صحيح شكلها زي العين، ما كانت موجودة. تبدين لذيذة. حتى اللوحات هون باكلوا لحوم البشر. اوكي هنرجع لفتى اللوحة مرة اخرى. وجدت رسالة، دعيني اراها. ها، لابد انها خدعة، هذا المكان لا يريدك حتى ان تحاولي المغادرة. هاي، لا تجعلي الامر يؤثر عليك، تستطيعين الوثوق بي حسنا؟ صراحة لا، مش واثقة فيك. كنت أود أن أعرف عن نفسي، لكني لا أتذكر حتى ما هو اسمي. ما هو اسمك؟ لقد بدأت تنسين اسمك، هذا ليس جيد. يجب علينا أن نسرع حتى لا ينتهي بك المطاف مثلي أنا. أوكي، في زلزال، الصوت جاء من المكتبة. أوكي بسرعة، خلينا نتوجه للمكتبة. في مجموعة أوراق وكتب مفتوحة، الكتاب يقول للصباح. أوكي ممكن هاي تكون الكلمات تساعدنا حل اللغز. الكتاب يقول الذهاب، الكتاب يقول أصبح سعيدا. ما أعتقد سعيدا حتكون ضمن المفردات اللي حنحتاجها. الكتاب يقول لقد مرض. أوراق تقول دخل للبيت. الكتاب يقول فتى مصاب. أوكي الكتاب الأخير، الكتاب يقول للموت. أوكي خلينا نشوف باقي المكتبة شو فيها. الغاز، لقد نزف حتى فراغ، يا لها من مفاجأة. أكيد من الكلمات اللي شفناها للموت، نزف لحد الموت، death. وين الاتش؟ اوكي death. اعطونا حرف ال، صار عندنا حرف كي من اول لغز وحرف ال من اللغز هاد. هنرجع لتاني وحدة اللي كتبناها غلط. هاي المرة خلينا نكتب بيت، دخل الى البيت لانه مش الحفرة طلعت. في ضمن الكلمات الموجودة في الكتب كلمة بيت، دخل الى البيت، هوم. اعطونا اي، ضل الاخيرة، بس خليني اعمل سيف. ضل الكلمة الاخيرة، جاوب هذا السؤال، اكمل النص. لقد فراغ واصبح ضعيف واستغنى عن الحياة. نسيت الكلمات، خليني اراجعها مع السريع. مصاب، ديف، خلصناها ديف. دخل البيت، خلصناها. هبي اكيد ما حنستخدمها. مورنينج صباح، لا. تقول الذهاب، لا. يبقى got sick، هي بين got sick و injured يعني مصاب. خليني أجرب sick بالأول، مريض، وإذا ما زبطت منجرب كلمة injured. لقد مريض وأصبح ممكن ضعيف أو تعب، خلينا نجرب sick. اوكي صحيحة طلعت. صار عندنا الكود من اربع كلمات، K-I-L-L، كيل يعني. بس وين ممكن ندخل الكود؟ ما طلعوا لنا، بتذكر انه خزنة او ممكن ندخل فيها. هي بقى خلينا نرجع لفتى اللوحة مرة اخرى.
عودي لي حلما تفكين الرمز السري، أعتقد أني أعرف لما يستعمل. أوكي، يبقى الرمز السري لازم نعطيه لفتى اللوحة. أرجوكي كوني حذرة. حالياً أنا زي ما قلت لكم أنا مش واثقة فتى اللوحة، بس مضطرين عشان فيش خيار آخر إنه نعطيه الرمز. يبقى K-I-L-L. أوكي. أها، أقتل. هل هذا فعلاً الرمز؟ هذا مضحك. أنت غبية جدا، ظننت أن هناك طريقة للخروج من هنا. لا يوجد طريقة، لم يكن هناك طريقة أصلا، ولن يكون هناك طريقة. حرصت على أن تقومي بتضييع وقتك، لقد فات الأوان لك الآن. فتاة مسكينة، أمك ووالدك سيكونون حزينين عندما يدركون أن ابنتهم ماتت. تصبحين على خير. يبقى أصبحنا جزء من المنزل وتحولنا للوحة مثل فتاة اللوحة اللي هو بالأصل طلع شرير. مستحيل تكون هاي النهاية، خليني أرجع وأدور على أي أسرار ممكن ألاقيها. أوكي، بعد بحث طويل لقيت إنه ما في أي إشي ممكن يؤدي إلى نهاية رقم 2. اللعبة هاي ما فيها إلا نهاية واحدة، ويبدو إنه مصممة اللعبة بتفكر بالمستقبل إنها تطور على اللعبة وتضيف نهايات. بالصراحة نهاية كئيبة جداً، إنه ما قدرت البطلة تهرب وتحولت للوحة. أنا ملاحظة كتير إنه المصممين اللي لعبنا ألعابهم أغلبهم بنات، إذا ملاحظين جافريال بنت، جون دو بنت، هاي مثلا مصممة بنت. هاي اللعبة بالمناسبة اسمها ساي، وفي إلها كمان لعبة اسمها هانا، إن شاء الله حنلعبها لأنها كتير رسمها حلو. أوكي أصدقائي، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، بحبكم كتير، باي.